السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عامل الفيديو ده مخصوص للي ناوي يشتري العربية الباسات ال 2021، وخصوصا الأول فئة. خلي بالك وانت بتشتري العربية الباسات من نقطة معينة، هي الكاوتش، لأن في بعض المعارض ممكن تلعب في الكاوتش وتاخد كاوتش وتحطه في عربيات تانية والكلام ده. فأنا حبيت أنشر الفيديو ده لوجه الله، وطبعا انا عايزه برضو يعني ينتشر على قد ما تقدروا على الجروبات بتاعت الفولكس الباسات. هنبدأ بالتفاصيل. لازم الكاوتش اللي انت بتستلمه من المعرض لازم يكون ميشلان. العربية دي عربية ضمان الشركة، تمام، وانا لسه مستلم العربيات من الشركة زي ما حضرتك شايف، لازم يكون ميشلان، ماشي. كذلك المقاس بتاعه 215 على 60 ار 16، شنطه 16. وادي شكل الجنط، الجنطه اهو زي ما حضرتك شايف، هو مروحي معايا ومصنوع من النيكل. فانا حبيت اصور الفيديو ده مخصوص لكل اللي ناوي يشتري العربيه، ولا تنسونا بالاشتراك والمشاهدات وكمان اللايكات ونشر الفيديو على اوسع نطاق. والسلام عليكم ورحمه الله.